ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ الحمد لله. يلا بينا نلعب لعبة مع بعض. يلا. انا باسم وانا بسمة. هنده دلوقتي على واحدة من صحاباتنا عشان تيجي وتقول لي اسم السورة اللي معانا. يلا بينا. تهاني يا تهاني. يلا يا تهاني بسرعة تعالي. ممكن تقولي لي اسم السورة اللي في ايديا ايه دي؟ مفتاح. اسمه ايه؟ مفتاح. اسمه مفتاح ولا مفتاح؟ مفتاح. شطورة. سقفوا التهاني عشان هي قالت صح. فين تهاني؟ هي مشيت ليه؟ تعالي يا تهاني انا لسه عايزاك. ممكن تقولي لي كلمة مفتاح فيها مد ولا ما فيهاش؟ مفتاح. فيها ولا مفيهاش؟ مفتاح. فيها؟ طيب فيها مد بإيه؟ بالألف. طب تعرفي ممكن أنا أسأل بقى، ممكن أنا فيها الحرف الممدود إيه يا تهاني؟ التاء. علي صوتك. برافو عليها، تحيوها يا سناورة. ودلوقتي هنختار واحدة تانية من صحباتنا الحلوين ونقول ايمي عمرو. يلا يا ايمي، ممكن تقولي لي اسم السورة اللي معايا ايه؟ سيارة. سيارة، احسنتي. يا ترى الكلمة دي فيها مد من الألف؟ اه. برافو عليكي، احسنتي يا ايمي. طيب الحرف الممدود بتاعها ايه؟ الياء. يا سنة أولى، إيمي شطورة؟ آه. طب نسمع لها تحية يا سنة أولى. ونبدأ واحدة تانية من صحباتنا. يلا يا سنة أولى ونقول أروى ياسر. إزيك يا أروى؟ أنت وحشاني خالص، عاملة إيه؟ الصورة اللي معانا دي صورة ايه؟ مقص. مقص؟ طيب هي مقص فيها حركة طويلة؟ لا. أحسنتي، أنت طلعتي شطورة. هي حركة قصيرة بس؟ شطورة يا أروى، أنت جميلة، بحييها يا سنة أولى. بسم الله بسم الله بسم الله. ونكمل معانا يا سنة أولى وننادي على مين من صحباتنا الحلوين. تعالي يا تولين. يا توتي. ازيك يا تولين؟ عاملة ايه؟ ممكن تسلمي على بسمة؟ شطورة. طيب باسم بقى بيقول لك السورة دي اسمها ايه؟ اسمها تفاحة تو. برافو عليكي يا تولين. طب ممكن اعرف الكلمة دي فيها مد بالالف ولا لا؟ ايوه فيها. طب احسنتي. طب سؤال كمان صغير يا توتي، هي فيها حرف ممدود صح؟ ايوه. هو مين بقى؟ الفا. الفا، شطورة يا توتي، تحييها يا سنة أولى، شطورة. ويلا بينا نختار واحدة تانية من صحباتنا الحلوين ونقول روبان محمد محمود. يلا يا روبي. سلمي عليا يا روبي، انت وحشاني قوي قوي. وانت كمان. وانت كمان، ماشي يا روبي. السورة دي اسمها ايه؟ حبل. حبل، برافو. طيب هي فيها حركة طويلة؟ لا. برافو عليكي، انت شطورة يا روبي، حييها يا سنة أولى. ومعانا سورة تانية يا سنة أولى ونقول لصاحبتنا رقية محمد.
جدا. ازيك يا روكا؟ الحمد لله. ممكن تقولي لي اسم السورة دي ايه؟ أقلام.